أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض أكل حلو كتير زاكي وسهل، بخمس دقايق بينعمل كتير طيب، اللي هو كرات جوز الهند الصحية السريعة الموفرة. رح نعملها مع بعض بكل بساطة، بدقيقتين بتنعمل، بخمس دقايق بتنعمل، وبدغري بس تبرد بتتاكل. أكل كتير سهلة، أكل كتير طيبة وموفرة، ما فيها مواد مكلفة من المواد الموجودة في البيت. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض. بس قبل بتمنى عليكم لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل الفيديو كل ما بنزله في تلك ذات اللحظة إلكم للناس. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض، ويلا بينا. مقاديرنا اليوم موجودة على الشاشة، بتقدروا كمان تشوفوها بصندوق الوصف. بس عشان تنجح معكم الوصفة تقيدوا بالمقادير واكتبوا لي كومنتاتكم بس تنجح معكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب إذا بدكم ننجح مع بعض، وبدكم وصفاتي تطلع لكل العالم والناس تشوفها، وانتو كمان تكونوا أخذتوا ثواب إنكم نشرتوا هالوصفات. اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. كمان وصفاتي بتلاقوهم على جميع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. هنشوف كيف نعمل الوصفة ويلا بينا. أول شي يا حبايب، في عنا السمنة، بنحط السمنة، وكل الشغل تبعنا راح يكون على نار ضعيفة إلى متوسطة، ما بدنا نار حامية بنحرق الدنيا وبنحرق الأكلة. بدنا إياها إن نخلطها، ندفيها، نسخنها على النار شوي شوي عشان تنخلط بكل سهولة. عنا السمنة زي ما انتو شايفين، ما تحطوا زبدة، سمنة. السمنة بتشتغل أكتر في هاي الوصفة. بنحط عليها الجوز هند بعد ما ندوبها، وبنبدأ نحركهم مع بعض كأنه منحمص جوز الهند. احنا ما بنحمصه، بس نخلصه كتير، نخلطه كتير منيح ليصير زي الرمل هيك ويشرب كل السمنة. بس نعمل كل هذا الحديث، بنضيف عليه السكر. السكر يفضل سكر ناعم، سكر خشن، اللي بدكم اياه. يفضل سكر ناعم احسن، لكن اللي ما عنده سكر ناعم بيقدر يحط سكر خشن، راح يدوب بكل الاحوال. عندنا العيار الحليب، بنقسم كاسه والباقي الى ثاني شوي. الكاسه هلا بنحطها على الخليط وبنبدا نحرك فيها ليشرب الجوز الهند والسكر يدوب، وجوز الهند يشرب كل الحليب. بنضل نحرك كمان 3 دقائق 4 دقائق، وبعدين النشا وبقيه الحليب اللي عندنا بنحركه في كاسة وبنضيفه على الخليط وبنحركه كتير منيح. كل هذا الحديث على نار متوسطة، نتركه يبرد، نحطه بصحن، نتركه يبرد شي 5 دقايق، بعدين هو دافي بنشتغل فيه، مش نتركه يبرد على الآخر بغلبنا. فإحنا هيك بنصير. تقدروا تعملوه بدون ما تحشوه، بتقدروا تحشوه زي ما انتم شايفين، أنا حاشي حبة فندق اللي بدكم إياه. بتقدروا تحطوا عليه شوكولاتة، بتقدروا تحطوا عليه شوكولاتة بيضة، أنا بس حطيته بكل بساطة بدون تكلفة حبة فندق بقلبه، ولتيته بشوية جوز الهند للمنظر. كتير زاكي بس يبرد بهر هرب التم، مش كتير حلو على فكرة، بطلعش كتير حلو لأنه السكر اللي فيه معتدل وما فيه حليب مكثف اللي هو كتير حلو، بيطلع كتير حلو. هذا زاكي بعد مع فنجان قهوة، مع فنجان شاي، مع الصبح، كتير طيب وكتير زاكي ومغذي، والأهم من هذا صحي ومش مكلف على الجيب. هيك وصفتنا بتكون خلصت، يا ريت تجربوها وتقولوا لي كيف تطلع معكم بالكومنتات، وبشوفكم بفيديو جديد. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل لأكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.